اخدكم بقى معايا كده انا فيكم ادعاء دي، وده يعتبر كان يوم رمضان، فخليكم معايا بقى اليوم ان شاء الله. اقول لكم الفيديو الجاي كده مخصوص لينا، او في الفيديو ده اللي انا اتاخرت عليكم فيه، فهتابعوا من الاخر باذن الله يخليكم. دي المحطوطة عامة في أوضتي. المهم إن دلوقتي فاضل الساعة 6 وحاجة تقريبا، 16 دقايق، 6 و5 دقايق، ففاضل على قدام كده حاجات بسيطة قوي وخلاص. إحنا بنحضر في الأكل ومش عارفة أصور كل حاجة، يعني أنا في الوقت من الساعة 3 لحد دلوقتي تقريبا كنت قاعدة بذاكر. وإن شاء الله لما خلص هكمل لكم الباقي. يلا باي باي. يلا باي.